متابعين حلقتنا وبيرانديفو رح نعطي موعد للطبيعة، موعد لمناطقنا اللبنانية الحلوة، ورح نروح مع باتريك عبد الحي نائب رئيس بلدية الكفور على درب جديدة للمشاة بطبيعة الكفور الحلوة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الحي. يعني منطقة الكفور منطقة حلوة، طقسها حلو، ناس تقصدها خاصة بالصيف يعني لأنه بالشتي شوي برد. صح مظبوط. في طريق جديدة أو درب جديدة لكل لأهل المنطقة والجوار ولكل الحبين كمان بحبوا يستمتعوا بالطبيعة أو بحبوا الهايكينج أو يمشوا بالطبيعة. مزبوط. كيف خلقت الفكرة؟ ليش بهالأرض مش بغيرها؟ أوكي، هي الفكرة من شي 4 سنين تقريبا. بلدية الكفور مع أكيد رئيس البلدية أستاذ أنطوان أبي صعب حبينا نأهل بسموها طرقات الإجري، يعني دروب الضيعة القديمة كانوا يستعملوها جدودنا اللي هي موجودة بالمنطقة حرجية بالكفور، ما عاد حدا يسلكها يعني صارت متروكة. بقى بدعم من مجلس مقاطعة إفلين بفرنسا وأكيد بالتعاون مع اتحاد بلدية كفور كسروان أطلقنا المشروع من حوالي 3 سنين على 3 مراحل، فاز 1 فاز 2 فاز 3. نفذنا 2 فاز وافتتحناه ب 31 أيار والسنة عم ننفذ الفاز 3. ليش درب العيون؟ سميناه درب العيون لأنه هو طرقات الإجر هي اللي عم نعملها بتمرق على حوالي 5 عيون مي، يعني سورس دو اللي هي عين بريش، عين مخيل، عين الكروم، عين الصفصافة، وعين حمبليس اللي هلا عم نأهلها السنة. كمان بتمرق على معالم تاريخية وسياحية، مثلا على أحد الدروب في عنا معمل الحرير يرجع للحرب العالمية الأولى، كان يقصدوه من كل لبنان ليستخرجوا الحرير من دودة الأز، يعني دودة الحرير هذا كان مصدر عيش للبنانية بوقتها بأيام الحرب يعني والمجاعة. كمان بتقطع على شيء بسموه أتون، كانوا يصنعوا فيه الكلس، الكلس يعني بحطوا حجار صخر بحطوا نار فوقهم لمدة بيرجع بيسحبوا الكلس اللي هو كانوا يطلوا فيه البيوت والخز والبير المي، كمان ما كان فيه دهان من زمان كانوا يستعملوه. وفي أكيد أشياء أثارات وفي كنايس وفي يعني بيبرق على كذا مرحلة، وفي محلات للاستراحات يعني محطوط طاولات وبنوكة. نعم، نحن رح نشوف صور بعد شوي لهالمشروع المهم. نعم، يعني هيدي بتعطينا فكرة عن صح. الطبيعة صح. الحلو بعتقد مستعملين أكيد أشياء كلها صديقة كلها للبيئة. أكيد عاملين للحماية مطرح ما في مهوير أو شيء، عاملين درب زينات لكل يلي ما بيعرفوا. هلأ نحن ما بنحكي أكيد رح نستمتع نعم. بطبيعة الكفور الحلوة، لكل يلي ما بيعرفوا كيف يوصلوا على الكفور؟ الكفور هي موجودة بفتوح كسروان، فيك توصلها من غزير أو من الكازينو من حد أدمى، الطريقين بوصلوا على الكفور، بدها حوالي 10 دقائق ماكسيموم بالسيارة بيصل على الكفور. ودغري بنعرف نستدل على السانتيه أو على الدرب. إيه نحن حاطين معمول عمل ساينج على الطرقات العامة ونعمل ساينج بقلب السانتيه، وفي كمان عاملين نحن بروشيرات وخرايط بيقدروا يستلمون من البلدية يعني واضحين بدلوا على كل السانتيات لأن هن كذا درب، في هو دو بوكل، بوكل نور وبوكل سود، يعني درب الشمالية ودرب الجنوبية. وكل درب إلى خريطة وإلى محطوط عليها ساينج، وحد كل معلم تاريخ أو سياحي عاملين وصف عالتين بانو منفسر اكزاكتلي شو هالبانو، شو تاريخه الموقع، يعني شو تاريخه، شو كان يعمل. طيب قد ايه بدها الزيارة؟ فتحنا 31 أيار هاو، صور من الافتتاح، كان موجود رئيس مجلس مقاطعة إفلين بيير بيديه، وفد أكيد فرنسي واكيد فعاليات المنطقة. فتحنا ومشي حوالي 300 شخص نهار الافتتاح بالسانتيه، يعني بالبين. قد ايه بدها الزيارة؟ يعني هي اذا بتمشيها كلها هي حوالي 10 كيلومتر مع الطرقات اللي بتوصلها، يعني اذا واحد عم يمشي ويرتاح بدها شي ساعتين، ساعتين ونص. بدها شي ساعتين، واكيد في كمان يتامل بالتنوع البيئي الموجود أكيد بالمنطقه أكيد. بانواع الاشجار، ومهم انه في البروشور تنس تعرف في البروشور وفي الخرائط اكيد الروندو جيد هودي اللي بيفسروا الطريق. الدخول لإلها كيف بيصير؟ في حدا حرس؟ في ما في حرس، هي ما لا متروكه بس في راجع البلديه اذا حدا بده مساعده بيساعدوه يعني، بس ما في حرسيه بالحرش. تركينا نحن حاطين ساينج يعني وحاطين اللي حبي بحب يعني صار عليه هلا كحرش طبيعي ولكن بطريقه منظمه يقدر الواحد يفوت عليه بامان، حاطين ما يولعوا نار، ما يتصيدوا، ما يكبوا نفايات، اكيد هيدي ليحافظ على البيئه. ما بدنا نكون افتتحنا مثل عملنا طريق وننزع البيئه، اكيد اهم شيء المحافظه على البيئه. بنقول لكل اللي بده يزورنا انه يحافظ على البيئه. عندنا هلا حاليا عندنا وفد فرنسي شباب 10 جان فرنسي عم بيشتغلوا على الفاز تروا كمان مع سكوت الكفور، سكوت اجمالا بتساعدوا مع الجان اللبناني تيصير في مثل ايشانج كولتورال يعني تبادل ثقافي. وكمان بعد هالمرحله عم نحضر لمشروع توأمي مع مبدئيا مع بلده مارلي لوروا بفرنسا تيصير في جملاج بين الكفور ومارلي لوروا، كمان بصير في تبادل اكثر ودعم.
فيها الناس تخيم فوق ولا لا؟ في محل يخيموا بلا في في محل بسموه اير دروبو عاملين هيك استراحات فيها فسحات في واحد يخيم في يعمل بيكنيك في كذا بس اكيد ضمن ما ما يصير في تخريب و نحن عم نشوف حتى الساينز هودا يعني مضبوط الساينز بيدلوا على كل هيدا نهار الافتتاح وقت اذا بدنا نحكي حكيتنا عن اكثر من عين للمي ميتون صالحه الانسان الشرب اكثريتهم صالحه للشرب في وحده او اثنين هلا عم نعالجهم يا بدنا نامن مي شرب يا بدنا يعني نحط انه ما لنا صالحه للشرب للاسف بسبب عدم محافظة على البيئه بالجوار الصحيه صار في تلوث بعين مع انه بعيد كثير بس المياه الجوفيه في محلات تلوثت مرة بس هودي عم نلاقي طريقه نكررهم ونرجع نامنهم للشرب بس في منهم صالحين للشرب نعم نعم نحن بدنا نشكرك استاذ بالعكس انا بشكرك وبدنا ندعي الناس انه يزوروا المنطقه وفي كثير مشاريع بعتقد لحتى الناس تستفيد من طبيعه الكفور اذا بدنا نقول عن الكفور بعد تنختم لو نعم. بدقيقه شو بعد فينا نشوف غير هالمنطقه غير هالمكان هذا اجمالا في بعض المعالم هيك اثريه عم نجرب هلا كمان ناهلها بالبلده ونحن نعمل عليها كمان اعلان و فيها ضيعة هي يعني فيها كنايس فيها خمس كنايس فيها ديورة فيها يعني ضيعة كبيرة منا يعني إذا لحق وطلع شخص فيه يستمتع ايه في مطاعم في يعني في كل شيء في قضي نهاره مرتاح يعني فوق نعزم كل الناس أهلا وسهلا فيكم ميرسي كثير للإم تي في ولحضرتك لأنه استقبلتونا تنعرف الناس على مشروعنا أهلا وسهلا فيك نحن رح نروح على مشروع جديد برانديفو مشروع دعم أطفال السرطان تنحكي عن حملة جديدة مع رولاوا مركز سرطان الأطفال بلبنان مباشرة بعد هالوفية.